التبذيل كلمني واحد اللي قال له ناصر الدوسري الله يذكره بالخير ابو زيد، قال نبغاك تمثل معنا في فيلم بطولة عبد الله السدحان الله يذكره بالخير، الله يمسيه وانا بالخير. امسيهم من 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 برنامج هذا، وش اسم البرنامج؟ اسمه طالع نازل. هذا فيلم او مسلسل؟ مسلسل، هذا مسلسل. مسلسل. فرحت معهم الحقيقه هناك، فاعطوني السيناريو. طبعا رحت لهم هناك، لها قصه. هم وين فيه؟ هم قالوا لي يا حسيني لو بغيت تجي، شوف بدايتها انا معي موتر، قالوا تعلمنا ها بعد العشاء والفيلم بكره، يعني تبي تنوم عندهم. وين فيه؟ الى قبل ما تصل القوعيه ب10 كيلو قالوا ترف يمين. والله وتمشي لك حوالي 80 كيلو الى لفه يمين، بجيك بعد 80 كيلو وقف عند عمود الهاتف باب استراحتنا بجنبه، هم لهم استراحه لعبد الله السدحان، وتصويرهم صباحي يعني. وتصويرهم صباحي. اي نعم. ليه؟ فزهم عبد الله الله يذكره بالخير، عبد الكنها معنا كان الله يمسيه بالخير، كان الله يمسيه بالخير. فقال له، قالوا لي يا صالح اذا جيت جمعك ب20 ريال خبز. والله احنا عرب واجدين. قلت طيب ما يخالف، واروح للخباز قلت حطني ب20 ريال يملاني ذاك الكرتون واحطه وامشي. كان يوم مطر، وامشي طول الليل ونمشي حتى ما وصلت قبل القوعية ب10 كيلو، ولقيت الملف اللي قالوا لي تلف يمين، مكتوب منطقة حوالي 8 كيلو لف يمين. والله لفيت يمين في المحل هذا، مخيف شوي، ظلام وطلعه ونزله ومطر، بس قلت الواحد الفن يبغى له تضحية. اي نعم، تضحيات الفنية. بيض الله وجهي. والله واروح يوم مشيت 80 كيلو وفعلا شفت برج الهاتف ولقيت الباب ودخلت عندهم ولقيت الجماعة ولقيت معنا الممثل الله يرحمه، مات قبل يومين، الغريب، اسمه غريب، الله يغفر له، جعفر الغريب. جعفر الغريب، الله يغفر له، مات الله يغفر له، كان معنا موجود. ودخلت وفعلا يوم صار ببكرة بدينا أشوف السيناريو حق الفيلم، ولا دوري اني امثل مع العنصر النسائي. العنصر النسائي مشكله بالنسبه لي انا، لان الوالده والوالد الله يرحمهم مشكله، اسره محافظه وملتزمه، ولا ما يقول امثل مع، قالوا مثل بس لا تمثل مع عنصر نسائي. اي نعم. ايوه. فانا قلت للاخوان والاخ عبد الله والاخ الدوسري، قلت له شوفوا لي دور غير هالدور، وفعلا اعطوني دور الضابط مسؤول عن كذا، مسؤول الجوازات، واخذت الدور ومثلته جميل جدا. بعدين قالت الوالده خلنا، هلا اذا اكيد في عنصر نسائي وكذا يبي يغنيك الله ان شاء الله عنه. وفعلا عوض الله يا ربي لك الحمد برنامج الاجوبي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله جيت البرنامج وانتشاره جميل وحلو، وكل الناس عرفوني ولله الحمد من خلال هالبرنامج، وهذا ما كنت اتمنى ان الناس يعرفوني ولله الحمد. ما شاء الله. يعني ابو محمد، في تفاعل اذا طلعت للشارع؟ في احد يجي انا شفتك انا كذا يسلم عليك؟ تفاعل جميل جدا يا ابو نيب، الحقيقه تفاعل ما كان على بالي. ما شاء الله. والله ما كان على بالي، اجي في مسجد، اجي في محل، في سوق، في مطعم، اي مكان اجي فيه اللي القى ناس يسلمون علي. هلا الحصيني الحقيقة قصصك حلوة، الحقيقة متابعينك، أهلي يتابعونك، فهذا التفاعل يعني يا رب أحمد الله سبحانه وتعالى أنه وصلني إلى هالمواصين. تفاعل جميل جدا الحمد لله. ما شاء الله.